بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 165. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في بيان أحكام الطلاق، ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن أحكام الرجعة فيه، من حيث تعريفها ودليلها وشروطها وبما تحصل. أما تعريفها فهي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. وأما دليلها فهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. أما الكتاب ففي قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، وقوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. وأما السنة ففي قوله صلى الله عليه وسلم في قضية ابن عمر: أمره فليراجعها. وطلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها. وأما الإجماع فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث، والعبد إذا طلق دون اثنتين، أن لهما الرجعة في العدة. والحكمة في ذلك إعطاء الزوج الفرصة ليتروى ويستدرك إذا ندم على الطلاق وأراد استئناف العشرة مع زوجته، فإنه يجد الباب مفتوحا أمامه، وهذا من رحمة الله بعباده. وأما شروط صحة الرجعة فهي: أولا، أن يكون الطلاق دون ما يملك من العدد، يعني يطلق حر دون الثلاث وعبد دون اثنتين، فإن استوفى ما يملك من العدد لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ثانيا، أن تكون المطلقة مدخولا بها، فإن طلقها قبل الدخول بها فليس له رجعة، لأنها لا عدة عليها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ثالثا، أن يكون الطلاق بلا عوض، فإن كان على عوض لم تحل له إلا بعقد جديد برضاها، لأنها لم تبذل العوض إلا لتهتدي نفسها منه، ولا يحصل مقصودها مع ثبوت الرجعة. رابعا، أن يكون النكاح صحيحا، أما إن طلق في نكاح فاسد فليس له رجعة، لأنها حينئذ تبين بالطلاق. خامسا، أن تكون الرجعة في العدة، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي أولى برجعتهن في حال العدة. سادسا، أن تكون الرجعة منجزة ولا تصح معلقة، كما لو قال: راجعتك إذا حصل كذا وكذا. وهل يشترط أن يقصد الزوجان بالرجعة الإصلاح؟ قال بعض العلماء: يشترط ذلك، لأن الله تعالى يقول: إن أراد إصلاحا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحا وإمساكا بمعروف. وقال البعض الآخر: لا يشترط ذلك، لأن الآية إنما تدل على التحضيض على الإصلاح والمنع من الإضرار، ولا يشترط ذلك. والقول الأول أظهر، والله أعلم. وأما ما تحصل به الرجعة فإنها تحصل بلفظ: راجعت امرأتي، ونحو ذلك، مثل: رددتها، أمسكتها، أعدتها، وما أشبه ذلك من الألفاظ. وتحصل الرجعة أيضا بوطئها إذا نوى به الرجعة على الصحيح، وإذا راجعها فإنه يسن له أن يشهد على ذلك، وقيل يجب الإشهاد، لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وهو رواية عن الإمام أحمد.
وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: لا تصح الرجعة مع الكتمان بحال. والمطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة لها مال الزوجات من نفقة وكسوة ومسكن، وعليها ما على الزوجات من لزوم المسكن وغير ذلك من حقوق الزوج، ولكن لا قسم لها عليه، ولها أن تتعرض لزوجها وتتزين له لعله يراجعها. ويرث كل منهما صاحبه إذا مات في العدة، وله السفر والخلوة بها وله وطؤها، وينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة. فإذا طهرت من الحيضة الثالثة واغتسلت لم تحل له إلا بنكاح جديد بولي وشاهدي عدل، لمفهوم قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في العدة. فمفهوم الآية أن إذا فرغت عدتها لم تبح إلا بعقد جديد بشرطه، وإذا راجعها في العدة رجعة صحيحة مستوفية لشروطها لم يملك من الطلاق إلا ما بقي من عدده، وإذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح. فيشترط لحلها للأول ثلاثة شروط: أن تنكح زوجا غيره، وأن يكون النكاح صحيحا، وأن يطأها الزوج الثاني في الفرج لقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. قال العلامة ابن القيم: وإباحتها له بعد زوج من أعظم النعم، وكانت شريعة التوراة ما لم تتزوج، وشريعة الإنجيل المنع من الطلاق البتة، وشريعتنا أكمل وأقوم بمصالح العباد. أباح له أربعا: وأن يتسرى بما شاء، وملكه أن يفارقها فإن تاقت نفسه إليها وجد السبيل إلى ردها، فإذا طلقها الثالثة لم يبق له عليها سبيل إلا بعد نكاح ثان رغبة انتهى، ولا بد أن يكون نكاح الثاني لها نكاح رغبة فيها، لا نكاح حيلة يقصد به تحليلها للأول، فإن هذا باطل، ومن فعله كان تيسا مستعارا كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، ونكاحه باطل لا تحل به للأول. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.